في زمن مضى كانت جمع الطوابع من الهوايات المنتشرة عند كثير من شباب الزمن الماضي، ويمكن ما تلاقي أحد ما يكون عنده هواية أو موهبة ويحاول تطويرها وتنميتها. في الوقت الحاضر تختلف الهوايات وتنميتها، فأغلب الشباب الزمن الحالي طغى عليهم حب الإلكترونيات وألعابها المختلفة. الشاب حمود القريشي أحد الشباب المتميز اللي يحرص في تطوير هوايته التي تتمثل في جمع العملات الورقية والمعدنية المختلفة، سواء عملات محلية على مر السنين أو عملات عالمية من حقبات زمنية مختلفة. بداية هوايتي في العملات قبل تقريبا سنتين تقريبا، أختي أهدتني ريال في عهد الملك خالد، أهدتني وكان بداية الحقيقية وبدأت أتعمق في هذا المجال وحبيت هذا المجال. كيف أجيب العملات؟ أني أروح مزادات وأتعرف على هواة، أجيهم ويجوني ونتبادل بيننا وبين بعض بالعملات. مثلاً أنا عندي ناقصة تنمية الملك خالد وهو ناقصته 10 الملك فيصل، نتبادل، أعطيه 10 الملك فيصل ويعطيني 50 خالد أو كذا، فنتبادل ونتبادل النواقص ونجمع العملات إلى ما نكمل طقم كامل. حوالي 6000 في عملة العشرة البيضاء، هي أندر عملة سعودية كانت تتداول في الحج. كانت بدل ما مثلا الحاج يشيل معه 10 ريالات فضة عشان يسهل على نفسه، بدل ما يشيل فضة تثقل عليه في الحج وتعبه، يشيل ورقة سند. وهذه فكرة سندات الحجاج، وهي أول سند طبع في عام 1372 في عهد الملك عبد العزيز، وهي تسمى العشرة البيضاء وهي أندر عملة سعودية. لا شك أن وجود الأهل ودعمهم المستمر للأبناء يساهم في تطوير ودعم الهوايات ماديا أو معنويا في مختلف المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية زي ما قال حمود، وجدته هدية أحد العملات، وبعد ذلك بدأ بالهواية يجمع بعض العملات، ووجدنا أن عنده شغف بالموضوع هذا، بدينا نشجعه، ندعمه دعم مادي ومعنوي بحيث يوازن بين الهواية والدراسة، طبعا بالتركيز على الدراسة، وفي معه معلمين ومعه كذا، ولكن كان الهواية شيء مطلب نرى أنه جيد للإنسان. يعني طبيعة أي إنسان أو طفل أو هذا ضروري يوازن بين الدراسة ويكون عنده بعض الهوايات المفيدة، خير من أنه يكون يلتهي في أمور غير مفيدة. يحرص حمود على التواجد بشكل مستمر في المزادات والمعارض المختلفة لتطوير هوايته وتفعيلها، وجمع أكبر عدد ممكن من العملات المختلفة للقناة السعودية. صالح العمري، الرياض.